السلام عليكم أصدقائي، عدت إليكم على قناة مسلم دو وبرنامجكم حكاية للأطفال. اليوم أطل عليكم من مكتبة دار الياسمين ومعي قصة رائعة وجميلة اسمها أنا عربي. من منكم أيضا عربي مثلي ومثل بطل قصتنا؟ هيا لنتعرف عليه ونعلم ماذا يريد أن يخبرنا بهذه القصة. هذه القصة الجميلة هي من تأليف مي صالح زيتون ورسوم علي الزيني. كم هو جميل بيتنا الجديد، فهو مليء بالكتب الشيقة ذات الرسومات الجذابة واللوحات الفنية والفوانيس الملونة والصور الأخاذة. يا سلام، كم هو جميل البيت العربي! إلا أن ما يحزنني أننا نسكن في بيت بعيد من أجدادي وخالاتي وأعمامي وأولادهم وبناتهم، فأنا أشتاق إليهم وإلى اللعب معهم كثيراً، ولكنني أشعر أنهم معنا دائماً عند النظر إلى صورهم المعلقة على الجدران. هذه هي صورة عائلته الكبيرة. أمي وأبي يملأان وقتي سعادة وحنانا ومعاملة رقيقة، وعلى الرغم من ذلك أنا أتساءل دائما، لماذا يتكلم أبي وأمي معا ومعي بطريقة، وعندما نذهب إلى أي مكان خارج المنزل يستخدمان كلمات عجيبة وغريبة؟ لماذا يا ترى؟ عندما نستيقظ في الصباح تقول لي أمي، صباح الخير يا زكريا، يا ألطف الكائنات البرية. فأقفز من سريري وأقبل أمي وأقول لها، صباح النور يا أمي. ثم ننطلق لأداء أنشطتنا اليومية، ونحن نكرر الحروف الأبجدية في أغنية ألف باء بوباية ألم رصاص ومحاية. ولكننا حين نخرج إلى الحديقة لممارسة التمارين الرياضية تبتسم أمي عند رؤية صديقاتها، وبطريقة مختلفة تلقي عليهن التحية، بونجور، جود مورنينغ. وعندما ألعب مع أبي يقول لي، هيا بنا نلعب، نركض نركض حتى نتعب. أركض وأقفز وأتشقلب، وقبل رمي الكرة أعد، واحد اثنان ثلاثة، وبكل حماسة وترقب أرمي الكرة. أما عندما نخرج مع أولاد الجيران والرفاق فنتأرجح ونضحك ونلعب من دون أي إرهاق، ثم نقف جميعا على خط واحد استعدادا للسباق، وأسمع والدي يعد بصوت عال قبل الانطلاق، 1 2 3. وأحيانا تغضب أمي إذا لم أرتب غرفتي، إذ تكون الألعاب مبعثرة وعلى الأرض مرمية كتبي. أشعر بالندم وأطلب إلى أبي مساعدتي، فيقول لي، اذهب إلى أمك وقل لها، آسف يا حبيبتي. الغريب أنني لم أقل آسف عندما رميت الكرة بغضب، فإذ بها تصيب طفلا في الساحة يلعب. وبخني أبي وهو يقول، عجبا عجبا. وأخبرتني أمي أن أعتذر وأقول سوري بكل أدب. وفي البيت نقول لطفا من بعد إذنك، وفي الخارج نقول بليز، وفي البيت نقول شكرا، وفي الخارج نقول ثانك يو. في البيت نقول وداعا إلى اللقاء، وفي الخارج نقول
Goodbye. ذات ليلة قررت أن أسأل أمي: ماما، لماذا نتكلم بطريقة مختلفة عن الناس من حولنا؟ ابتسمت أمي وقبلتني وجلست إلى جانبي وقالت لي: لأننا عرب ونفخر، وجئنا من وطن عربي اللسان، نتكلم بلغتنا في كل مكان، وعما قريب ستذهب إلى المدرسة وهناك ستتعلم لغة أجنبية تتحدث بها مع أصدقائك الأجانب، فتتعلم اللغات كلها، إنما لنتكلم معا بحروفنا الهجائية. وقالت: ستقرأ كتبا من ثقافات أخرى ذات رسومات بهية، فالعلم نور، استمتع بها، ولنقرأ معا كتبنا العربية. وستغني وتحفظ أغنيات جديدة يوما ما، فاستمع للأنغام والأغاني ولنطرب معا لأغنياتنا التراثية. ثم قالت وهي تنظر في عيني: سيصبح لديك أصدقاء من دول عدة، فاحترمهم ولتكن مصدر فخر لبلادنا يا زكريا. أحسست بسعادة كبيرة بعد سماعي ذلك، فأنا اسمي زكريا وأنا عربي الهوية. ها هو زكريا، وها هي أعلام بلادنا العربية وخريطة وطننا العربي. هل أنت فخور بأنك عربي؟ كن فخورا من أي بلد ما كنت، وكن فخورا بإسلامك، فالحمد لله أن خلقنا مسلمين، ومن أي الشعوب كنا، فوطننا العربي لديه الكثير من الأخلاق الحميدة التي يجب أن نعتز بها، ولديه الكثير من العادات الجميلة التي يجب أن نلتزم بها ونعلمها لأصدقائنا وأطفالنا جيلا بعد جيل. هل استمتعتم بقصتنا؟ إن أعجبتكم بإمكانكم اقتنائها أو إهدائها إلى أصدقائكم عربا كانوا أو لا، ليعلموا من أنتم وكم أنتم فخورون بكونكم عرب. انتظرونا في الأسبوع القادم على قناة مسلم دو يوم الأربعاء على موعدنا الساعة 7:45. السلام عليكم.